القواعد اللي هي اساسا ليه حضرتك ما فيش اي تنسيق مع مرشحين الرئاسه؟ لا في تنسيق تناقش ولكن في الخفاء مش قدام الجماهير مش قدام الشعب. بنتكلم مع بعض في خطه معلنه حاجه زي خد نمرتي يا عم خد النمره ولا تليفون حضرتك يا عم هاي يا عم كارت يا فندم بس اي حته فاضيه هو حضرتك مع اللي بيحصل ده ولا ضده؟ معاه النمره بتاعتي لو سمحت عشرة سبعة ثلاثة ثلاثة لا كده سبعة ثلاثة ثلاثة سبعة بس اللي يطلبني يبقى عارف ان انا معظم الوقت ما بردش ابعت لي رسالة سبعة ثلاثة ثلاثة سبعة ثلاثة ستة طب يا باشا لو واحد عنده مشكلة ستة ستة من النظام الثالث شوفوا شوفوا اكتب بقى واحدة ليا بقى انا واصبر عليها اقول لك اساعد وجايزة هاخد ورقة هكتبها لك عشان الحديث مكتوب في ورقة ما تخافش ما اكتبها برضه على الورقة عبد الله مش ماشي انا موجودين حاليا في مركز عبد الله مساء الفل يا عبد الله عبد الله لحد دلوقتي موجودين رؤساء اعضاء من الشعب ومدارك الشباب كل ده يتفلفل استاذ هعملها ازاي عندي تساوي مرتب سنوي ولكن انا عارفك برضو معروف جدا يعني عبد الله حصل ماذا تحارب؟
وينفع السنه؟ خلصت العقد اللي فات. احنا قلبنا معاك عشان انت بتاع الغلابه. مش هقول لك اكتر من كده. احنا قلبنا معاك عشان انت بتاع الشعب. ان شاء الله موفق. حضرتك موجود في الحزب بكره ان شاء الله؟ لا بس كلمني وهنقعد مع بعض. اقول لحضرتك نزلوا في ايه وايه وبكره؟ اه. فقط المجلس العسكري تأخر بالغ عن مواكبة مشاعر الناس ومواطنهم. يلا يا بيت حركة يا بيت. واحده كمان بقى واحده كمان على الباشا واحده كمان تعالى بس 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 ابعد شويه استاذ حمدين حضرتك ترى ايه ترى الجو ايه يلا احنا على فين خيرا ان شاء الله نتفائل بالله وبالشعب الله صوره بس صوره كبر الصوره سيد بس على العربيه يا عم اجيبهم من ورا اهو على الباب كلهم ماشي اكتبوا مرسي ارجع زي ما انت العرب المعاش انت كده كسبت الانتخابات لما نزلت العربيه دي السلام عليكم يا الله الله